السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الخالق محمد من ذا تيك رو. اسف على التأخير في الفيديوهات الفترة اللي فاتت عشان كان في امتحانات وكده في الجامعة، لكن رجعنا لكم النهاردة بفيديو مختلف شوية. الفيديو النهاردة سبونسرد باي بلو ستاكس، وعنوان الفيديو غريب شوية، ازاي تلعب ببجي بطريقة احسن. لعبة ببجي موبايل هي لعبة كلنا عارفينها، مصر كلها بتلعبها دلوقتي تقريبا، اذا كان طلاب جامعيين طلاب مدرسة، كل مفيش حتة مفيش ناس ما بتلعبش فيها ببجي دلوقتي. بس مشكلة الموبايل حاجتين، اول حاجة ان شاشته صغيرة، تاني حاجة الكنترولز على الموبايل اصعب بالنسبة مثلا من حاجة زي الكيبورد والماوس. ومن هنا بقى جت فكرة ان احنا نستخدم برنامج بلو ستاكس 4 اللي لسه نازل جديد. برنامج بلو ستاكس 4 بيخليك تستخدم برامج الاندرويد او العاب الاندرويد او اي حاجة بيستخدم صيغة الاي بي كي، اي برنامج بيستخدم صيغة الاي بي كي، وانك تشغله على الكمبيوتر. بعض الناس ممكن تكون عارفة بلو ستاكس 3 اللي هو البرنامج النسخة اللي قبله، وقديه هو كان برنامج بيستهلك فريمات الجهاز جوجل كروم، وقديه البرنامج ده كان اداؤه نسبيا مش حلو على الكمبيوتر، وكان بيستخدم طبعا نسخة اندرويد اقدم، وكان في بعض المشاكل. لكن الحاجات دي كلها اتصلحت مع بلو ستاكس 4، فدلوقتي انا شغال ومدي البرنامج 4 جيجا بايت رام و2 كور من الجهاز عندي، والجهاز عندي شغال تمام جدا، مشغل برامج تانية كتير معايا، مفيش اي مشكله، واداء الايميوليتور نفسه بتاع بلو ستاكس ممتاز. ليه بقى انت محتاج تستخدم حاجه زي دي؟ في بعض الاسباب، بس انا يعني شايف اكتر سبب مقنع بالنسبه لي على الاقل هو الالعاب، لان في العاب كتير زي ما قلنا منها مثلا ببجي بتشتغل حلو جدا على الكمبيوتر بالكيبورد والماوس. او مثلا انت عاوز تلعب ببجي على الكمبيوتر بس معكش الفلوس انك تشتري لعبه ببجي من على ستيم، فتقوم نزل برنامج بلو ستاكس 4 وتنزل لعبه ببجي موبايل وتلعب مع اصحابك من غير اي مشكله. او لو انت عاوز تكسب اصحابك اكتر، ادائك في اللعبه احسن منهم بكتير عشان تستخدم كيبورد وماوس وشاشه اكبر والكلام ده كله، برضه ده حل تاني انك تستخدم برنامج زي بلو ستاكس. دلوقتي خطوات استخدام البرنامج بسيطه جدا، هيبقى في لينك تحت في الديسكربشن تنزل منه برنامج بلو ستاكس 4 النسخه العربي. هتنزل برنامج بلو ستاكس من الموقع، تضغط على حمل بلو ستاكس، بعد كده تبدا تعمل سيت اب عادي جدا للبرنامج بتاعك. قبل بقى ما تبدا تستخدم البرنامج لازم تتاكد من انك مفعل خاصيه الفيرتواليزيشن. الخاصيه دي هي اللي بتساعد البرامج زي في ام وير وبلو ستاكس، البرامج اللي هي بتاعت الايميوليتنج بشكل عام او بتاعت المحاكاه لنظام تشغيل تاني او غيره انها تشتغل كويس. دي خاصيه موجوده في البايوس بتاع كل جهاز تقريبا، خاصيه مدعومه للبروسيسورات اي ام دي او انتل. الخاصيه دي على انتل بتسمى انتل في يو، والخاصيه دي على اجهزه اي ام دي بتسمى اي ام دي في اللي هي ام دي فيرتواليزيشن. وهتلاقي دايما الخاصيه دي تحت السي بي يو كونفيجريشن في اي بايوس موجود لاي بورده في الكون تقريبا. يعني بمجرد انك بتفعل الخاصيه دي بتعلي اداء البرنامج عندك جدا جدا، وكمان بتخليك لو انت عندك كورز اكتر في الجهاز او رامات اكتر عاوز تديها للبرنامج ده تديها له من غير اي مشاكل. اول حاجه هنبدا نفتح برنامج بلو ستاكس. البرنامج بيبدا يحمل الملفات بتاعته، ما بياخدش وقت كتير، بياخد حوالي 40 ثانيه او اقل من 40 ثانيه بالنسبه للايميوليتور الاندرويد، فده طبعا شيء ممتاز. وكمان الايميوليتور ده مبني على اندرويد نوجت 8.0 اللي هو اندرويد 8، بالنسبه انك لو احتجت تستخدم برامج جديده مثلا او حاجه ما يبقاش عندك اي مشاكل في الموضوع ده. البرنامج بسيط جدا، ما فيش فيه حاجه معقده، قدامك يو اي بسيط او يوزر انترفيس بسيط. اليوزر انترفيس ده فيه بعض الحاجات اللي عايزين برضو نتكلم عنها. اول حاجه انك بيجي لك متسطب بالجوجل بلاي ستور، تقدر تنزل منه البرامج اللي انت عاوزها، تقدر تنزل منه اي العاب انت عاوزها اي حاجه. انا بالفعل سبقت شويه قبل ما ابدا الفيديو ده ونزلت لعبه ببجي، والبرنامج بيستخدم نظام التابس كانك بتستخدم براوزر بالظبط، فانت تلاقي عندك مثلا فوق تاب للهوم، تاب للجوجل بلاي ستور، كان في تاب من شويه لببجي بس احنا قفلناها. كل الخواص دي او واجهه المستخدم دي بتسهل عليك استخدام البرنامج بمراحل. في تحت بعض الحاجات زي الاب سنتر، الاب سنتر هو زي جوجل بلاي ستور بالظبط، هتلاقي عليه العاب ثانيه مخصصه من ناحيه بلو ستاكس، حاجه زي موبايل ليجندز، كلاش رويال، بوم بيتش. هتلاقي فيه زي اب ستور تاني للالعاب، بس هتلاقي فيه العاب اكتر طبعا وحاجات كتير جدا. وعندنا هنا مثلا زي البوبيلر جيمز زي موبايل ليجندز، ناس كتير حكت لي على اللعبه دي وانها لعبه موبا، ولينا برضو كمان شويه كلام عن بعض انواع الالعاب زي الموبا والكلام ده وايه الفرق بينهم على الايميوليتور ده. فمثلا لو بصينا فوق هنا هنلاقي بلو ستاكس بوينتس، النقط دي بتبدا تحوشها مع الوقت كل ما بتلعب العاب اكتر وكده. بعد كده برضو بنلاقي تحت مور ابس، مور ابس بنلاقي هنا بعض حاجات زي الكاميرا لو انت موصل كاميرا في الجهاز بتاعك، اظن ان احنا مش محتاجينها دلوقتي. في براوزر لو انت محتاج براوزر، اظن كلنا بنحتاج براوزر. في برضو عندنا فايل ميديا مانجر، ده مسؤول عن ال 32 جيجا بايت اللي بلو ستاكس بياخدهم للسوفت وير. فال 32 جيجا بايت دول تقدر تخزن طبعا ميديا لو انت عاوز تخزن اي انواع من الميديا، ملفات، صور، فيديوهات، بتبقى موجوده في الميديا مانجر. عندنا برضو تحت هنا الانستنس مانجر، ده مسؤول ان يفتح زي ايميوليتور تاني، بس طبعا دي حاجات مش محتاجين نوجع دماغنا احنا بيها دلوقتي، احنا اوريدي بنستخدم واحد. في عندنا اكتر من خيارات للسيتنجز هناخدهم كده من تحت لفوق يعتبر. الهيلب سنتر ده هو نفس الهيلب سنتر اللي اتكلمنا عنه من شويه.
تشينج وول بيبر لو انت عاوز تغير الوول بيبر. فانا مثلا بمجرد ما نزلت لعبه ببجي الوول بيبر اتغيرت لخلفيه ببجي زي ما انتم شايفين هنا. ممكن برضو تختار وول بيبرز ثاني زي تشوز نيو وول بيبرز، هنا بيفتح لك ستور كامل للوول بيبرز. لو انت مستخدم بريميوم للبرنامج بيفتح لك البريميوم فيتشر دي، انه يفتح لك ستور مخصص للوول بيبرز تغير من الوول بيبرز زي ما انت حابب. في برضو حاجه هنا زي تشينج سكن، بيبقى في بعض السكنز بتغير شكل الجهاز، نفس فكره اللانشرز الموجوده على الاندرويد اللي بتغير لك شكل الجهاز. السكنز هنا بتغير لك شكل اليوزر انترفيس او واجهه المستخدم بتاعت البرنامج. في السبيد اب تيبس لو انت الجهاز لو انت البرنامج حاسه بطيء عندك شويه هيديك شويه نصايح. وكمان عندنا الفوليوم كنترول اظن دي ما فيهاش اي مشكله. بعد كده عندنا سيتنجز. السيتنجز فيها بعض الحاجات اللي اظن هتفرق مع ناس كتير ولازم يركز فيها وهو بيعمل بيسطب البرنامج. في ريزوليوشن والدي بي اي، ودول كلهم بيتمحوروا على شكل واجهه المستخدم عامله ازاي والريزوليوشن انت بتستخدمها عامله ازاي. انا مخلي كل حاجه ديفولت سيستم ديفولت هنا، وهاي دي بي اي اللي هو 240 دي بي اي او دوتس بير انش. عندنا برضو حاجه ثانيه اللي هو الانجن، وده معتمد اكتر على الاداء. انا بفضل ان انا استخدم الدايركت اكس جرافيك مود. انت ممكن تحس ان الاوبن جي ال احسن معاك، وده اللي هو نوع الاي بي اي المسؤول عن الجرافيك في الجهاز هنا عندك. انا افضل ان انا استخدم دايركت اكس، لكن انت ممكن تستخدم اللي انت حابه او اللي انت حاسس ان اداؤه احسن. في برضو عندنا هنا ودي اهم حاجه بقى تركز فيها، هو السي بي يو رام. انت عاوز تدي كام كور للبرنامج وعاوز تدي له قد ايه رامات. انا اديت له 4 جيجا بايت رام من 16 جيجا بايت الموجودين في الجهاز، واديت له 2 كور من 6 كورز الموجودين في الجهاز. ده المفروض يحسن اداء البرنامج ويخلي اداء البرنامج كويس وسلس، هو فعليا سلس. في حاجات تانية زي النوتيفيكيشنز في البرنامج وكده. في طبعا الباك اب اند ريستور لو انت عاوز تعمل باك اب للبرامج والالعاب بتاعتك والميديا بتاعتك اللي موجوده في البرنامج، تقدر تعمل باك اب كل فتره. دي انا لسه مش محتاجها لحد دلوقتي. بقى في ابديت انك تتاكد انك على الليتست فيرجن من البرنامج عشان تضمن انك دايما معاك احسن اداء للبرنامج واحسن خواص للبرنامج. تعال بقى نتكلم عن ايه الاسباب اللي بتخلي بلو ستاكس نظام احسن انك تلعب بيه على البي سي، او احسن كمان من اي ايميليتور تاني موجود على البي سي. في بعض الحاجات زي الاكس باكس مثلا. الاكس باك ده زي سوفت وير صغير بيساعد ان كل لعبه بتنزل عندك على الجهاز تشتغل باداء احسن بكتير. فلو جينا نبص هنا فيو اكس باك لببجي موبايل، هل مثلا انك بتزود لك اداء اللعبه، بتخلي الجيم كنترولز، ودي هنتكلم عنها دلوقتي، وبتنزل لك برده فيديوهات وحاجات ازاي تستخدم اللعبه وازاي تلعب اللعبه والكلام ده زي الحاجات اللي تحت هنا. طبعا دي كلها احنا مش محتاجينها دلوقتي. ومرات بتفتح لك حاجات تانية في بعض الالعاب التانية زي السكنز وكده لو في سكن نازله مع لعبه معينه، لكن ببجي موبايل مش نازل معاها سكن حاليا. الجيم كنترولز بقى في 3 انواع هنا في البرنامج. في نوع بيساعدك انك تلعب العاب الموبا احسن او بيديك كنترولز الكيبورد والماوس المظبوطه لالعاب الموبا. في نوع تاني بيظبط لك الكنترولز بتاعت الالعاب الفيرست بيرسون شوتر او الشوترز بشكل عام. وفي نوع تالت بيظبط لك الكنترولز بتاعت العاب الباتل رويال زي ببجي وفورتنايت وغيره. فاول ما بنيجي نفتح ببجي بيفتح لنا الجيم كنترولز. هنا اللعب على 720 بي، الشوتينج مود على اف 1، سسبندد شوتينج مود على اكس، الشوتينج بالليفت كليك طبيعي، ويبن 1 ويبن 2. بعد كده اللعبه قدامنا اهي، بنبدا نختار الكاركتر بالظبط كل حاجه زي انك بتلعبها على الموبايل، بس انت هتلعبها على شاشه اكبر وكيبورد وماوس بالكنترولز الاريح. فانا اول مره العب اللعبه دي الحقيقه، فاكيد مستواي وحش فيها. نشوف نستخدم مثلا الراجل ده. ما علينا خلي شعره احمر. خير يا محمد. كريت المفروض ان اول كام جيم في اللعبه دي انت تلعبهم مع بوتس مش مع اشخاص حقيقيين. فربنا يستر ما اخسرش من بوتس، يبقى شكلي وحش قوي. اوكي ايميليتور ديتكتد يور تيم اند يو ويل اونلي بي بيرد وذ بلايرز يوزنج ايميليتورز. اوكي مفيش مشاكل. انا حاطط نفسي اكسبيرينسد شويه. تمام. System spec recommend high. Okay. Daily missions. الكلام ده كله وأنا مش فاهمه.
ايه اللعبة بدأت اهو. احنا دلوقتي في الارينا اللي برا، كنترول شغالة تمام. انا الحقيقة اول مرة باللعبة دي، اما نشوف اما نشوف. الكنترولز هنا كلها بالدبليو والاي والاس والدي، برضه بتستخدم الشيفت وبتستخدم الماوس، بتعمل كليك عشان تتحرك زي ما انت شايف كده. اداء اللعبه كويس، ممكن نحسن اداء اللعبه بان احنا نستخدم بعض السيتنجز التانيه في اللعبه. والايميليتور طبعا بيبقى لها شويه انظمه شويه، والايميليتور طبعا بتبقى ارخم شويه في اداء اللعبه وكده، لكن كل الحاجات دي ممكن تتظبط في اي وقت. هنا انا بعمل ايه؟ لكن اداء اللعبه مقبول، يعتبر كويس جدا. مش احسن اداء طبعا، بس الحاجات دي كلها ممكن نظبطها اكتر من السيتنجز لو حابين. ده احنا نزود كورز اكتر، بان احنا نزود حاجات للجرافيك، نظبط الريزوليوشن، الكلام ده كله. انا بس مظبط الاداء انه يبقى كويس ما بين الجهاز وما بين الايميوليتر. فيا رب يكون الفيديو عجبكم. لو فكرة بلو ستاكس عجبتكم، هتلاقوا لينك بلو ستاكس تحت في الديسكريبشن، تقدروا تنزلوه وتلعبوا منه اللعبة او تلعبوا منه اي العاب تانية وتظبطوا بوينتس نفسكم وكل حاجة. لو فيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا شير للفيديو مع اصحابكم، تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتقولي رأيكم تحت في الكومنتات. لو عندكم اي تعليقات على فكرة بلو ستاكس او اي تعديلات او اي اقتراحات للبرنامج او حتى للفيديو، يا ريت تقولوها لنا تحت في الكومنتات. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معكم عبد الخالق محمد من ذا تيك جروب.